ازيكم يا سنة تانية، عاملين ايه؟ معاكم زميلتكم مهمة حسين، فرقة رابعة. هنتكلم النهاردة عن هيباتيتس، او بمعنى اصح هيباتيتس فيروسز، الفيروسز اللي بتعمل هيباتيتس. عايزة اعرف ايه من المحاضرة، عايزة اعرف يعني ايه هيباتيتس اصلا، ايه هي الحاجات اللي ممكن تعمل هيباتيتس، من ضمنها هعرف الهيباتيتس فيروسز. فلما اعرف الهيباتيتس فيروس دول اعرف عنهم ايه، اعمل لهم كلاسيفيكيشن، واعرف المورفولوجي بتاعهم، شكلهم، المايكرو بتاعهم يعني، واعرف بيعملوا هيباتيتس اصلا ازاي، الباثوجينيسيس بتاعتهم، وبعدين لابوراتوري دايجنوزيس بقى لما اعمل تحاليل ايه ويظهر لي ايه، فاعرف ان ده انهي نوع من الهيباتيتس فيروس اللي عمل هيباتيتس، وبروفلاكتيك ميجرز ان انا احمي نفسي من ان يجيلي لا قدر الله هيباتيتس. يعني ايه هيباتيتس؟ هيباتيتس يعني هيبات ليفر ايتس انفلاميشن، يبقى هيباتيتس هو الانفلاميشن اوف ذا ليفر، حصل انفلاميشن في الليفر، تمام؟ بسبب ايه؟ قال ان هو يا اما الانفلاميشن ده يحصل بسبب انفكشوس ايجنتس او نون انفكشوس ايجنتس. يعني ايه انفكشوس ايجنتس؟ يعني اورجانيزم دخل الجسم عمل انفكشن. نون انفكشوس ايجنتس يعني انا اكلت حاجه، شربت حاجه، اي حاجه دخلت جسمي بس مش اورجانيزم عملت لي انفلاميشن. طيب الانفكشوس ايجنت اللي هو اورجانيزم دخل الجسم عمل انفكشن يكون ايه؟ ايه هي الاورجانيزمات اللي جت في بالكم؟ مظبوط، شويه فيروسز او بكتيريا او بارازايتس دخلت الجسم عملت ده. نون انفكشوس ايجنتس ايه اللي ممكن يكون جه في دماغكم؟ صح، دايما يقول لكم في الفارما دراجز من ضمن السايد افكتس بتاعتها ان هي بتعمل هيباتيتس، فيبقى دراجز ممكن تعمل هيباتيتس. شويه التوكسينز، التوكسينز مثلا من ضمن السميه بتاعتها ان هي تدخل على الليفر تبوظه فتعمل فيه انفلاميشن، هيباتيتس يعني، ماشي. او الناس اللي بتشرب خمور، الكرونيك انتيك بتاع الخمور الكحول ده بيدمر الليفر ويعمل فيه انفلاميشن ويعمل هيباتيتس، تمام؟ ده كده النون انفكشوس ايجنت. الانفكشوس ايجنت اللي هو الاورجانيزمات اللي دخلت، انتوا قلتوا ان في فيروس وفي بكتيريا وفي بارازايت. بكتيريا بارازايت زي مين؟ نبدا من تحت لفوق. بارازايت زي مين؟ بارازايت زي عندي شستوسوما. انتوا واخدين ان الشستوسوما دي خدتوها قبل كده تقريبا، والشستوسوما دي بتعمل شستوسوميزس، تروح على الليفر تبوظه تعمل فيه انفلاميشن وهيباتيتس. او ممكن ايه تاني؟ اميبا، ايوه تروح تعمل لي الاميبيزس من ضمن شغله ان هي تروح على الليفر تعمل فيه انفلاميشن هيباتيتس. او توكسوبلازما، توكسوبلازما بتعمل برضو هيباتيتس. يبقى البرازيت اللي بتعمله هيباتيتس يا اما اميبا يا اما توكسوبلازما يا اما شيستوسوما. البكتيريا، ايه البكتيريا اللي ممكن تعمل هيباتيتس؟ عندي ليبتوس بروز ليبتو ليبتوس بايروزس، الليبتوس بايروزس دي تروح تعمل لي هيباتيتس انفلاميشن في الليفر، او تيوبركيلوزس او سيفاليس او سالمونيلوزس. سالمونيلا هي البكتيريا اللي بتعمل تيفويد فيفر، ممكن تعمل كمان انفلاميشن في الليفر فتعمل هيباتيتس. دي كده البكتيريا، يبقى البكتيريا تي بي، سالمونيلا، سيفاليس، وليبتوس بايروزس. بعد كده الفيروسز بقى، ايه هي الفيروسز اللي راح تعمل لي هيباتيتس؟ قال لي عند الفيروسز دي كده وستوب، في عندي فيروسز اصلا التارجت اورجان بتاعها ان هي داخله جسمي عشان تروح على الليفر تعمل فيه انفلاميشن، وفيروسز تانية داخله جسمي التارجت اورجان بتاعها مش الليفر، هي داخله تعيش في اورجانز تانية، في اعضاء تانية وبوظها، ماشي. بس اثناء الكورس بتاعها، اثناء ما هي داخله كده عايزه تبوظ حاجات تانية، قامت راحه على الليفر قالت هبوظه بالمره واعمل فيه انفلاميشن وهيباتيتس، تمام. فيبقى هيبقى في بقى ايه هي الفيروسز اللي بتعمل هيباتيتس عن قصد ان هي التارجت اورجان بتاعها هو الليفر وراح تعمل فيه انفلاميشن، هما الموضوع بتاعنا النهارده اللي هما هيباتيتس A B C D E G. هيباتيتس A، هيباتيتس B، هيباتيتس C، هيباتيتس D، هيباتيتس E، هيباتيتس G. دول موضوع كلامنا النهارده. اما بقى الفيروسز اللي داخله الجسم واثناء الكورس بتاعها كده قالت بالمره هروح اعمل هيباتيتس، هما زي سيتوميجالو فيروس تي ام في، زي بيشتاين بار فيروس اي بي في، زي الهيرب سيمبلكس فيروس اتش اس في، او زي الفيروس اللي بتعمل يلو فيفر او هيموراجيك فيفر، زي الميسلز الحصبه وريوبيلا الحصبه الالماني. الفيروس دي كلها بتعمل هيباتيتس انفلاميشن في الليفر اثناء الكورس بتاعه، وهي داخله جسمي كده تدمر حاجات تانية قالت اما ادمر الليفر بالمره اعمل فيه انفلاميشن، تمام. يبقى تاني عندي الهيباتيتس ده اللي هو انفلاميشن اوف ذا ليفر. الانفلاميشن اوف ليفر ده بيكون بيتعمل عن طريق يا اما انفكشوس ايجنتس يا اما نون انفكشوس ايجنتس. عرفنا ايه هم النون انفكشوس ايجنتس؟ عرفنا الانفكشوس ايجنتس دول ان هم شويه اورجانيزمات داخلين يبوظوا لي الليفر، يا اما بيكونوا
فيروس او بكتيريا او بارازايت. فيروس قلنا فيروس التارجت اورجان بتاعها الليفر زي A B C D E G، وفيروس الثانية التارجت بتاعها مش الليفر بس اثناء الكورس بتاعها قالت ما دمر الليفر بالمرة، زي سيتوميجالو فيروس، ابشتاين باير فيروس، هيربس سيمبلكس فيروس، الفيروس اللي بيعمل يولو فيفر وهيموراجيك فيفرز، الميسلز والريوبيلا. دول بيعملوا الفيروس اللي بتعمل هيباتيتس انفلاميشن في الليفر. البكتيريا، بكتيريا زي السالمونيلا، زي التيفوي التي بي التيوبركلوزس والسيفاليس والليبتوس بايروزس. اما البرازايت زي الشستوسوما والاميبا وشستوسوما واميبا، وقلنا توكسوبلازما. تمام. طيب مريض الليفر ده او مريض الهيباتيتس ده هيدخل العياده شكله عامل ازاي؟ يعني هعرفه ازاي هو مريض؟ هلاقي عينه صفرة، بطنه مورمه كده شويه، رجله مورمه، هلاقيه بيشتكي انه على طول عنده ابدومينال بين، بطنه بتوجعه مش مريحاه، هلاقيه دايما كسلان نايم مش قادر يقوم من مكانه، دايما يقولك ان انا بقيت انام كتير جدا مش قادر اقوم من مكاني، اصحى احس ان انا عايزه انام تاني مش عايزه اقوم. تمام. هاجي اعمل سونار هلاقي ان الليفر شكله متضخم، تمام، والخلايا بتاعته متضرره. هاجي احط ايدي على مكان الليفر، بعد بدل ما كان هو سوفت تيشو ما بحسوش تحت ايدي، لا انا هلاقيه فيرم، بقى فيرم، ما حاساه تحت ايدي، حاسه البوردرز بتاعته تحت ايدي جامده تحت ايدي. فيبقى كده ده مريض الهيباتيتس، ده هيدخل لي العياده بالمنظر ده. نرجع بقى لموضوعنا اللي هو ايه بقى، اللي هو الفيروسز اللي التارجت اورجان بتاعها الليفر داخله مخصوص تعمل له انفلاميشن. يبقى الهيباتيتس فيروسز اللي هم مين؟ A B C D E G. هيباتيتس فيروسز الجدول ده هيوضح مقارنة كده بسيطة بينهم عشان خاطر واحنا بندرس كل واحد نبقى عارفين خلفية كده عنه. تمام. مش موجود معاهم الجي فيروس، بس الجي فيروس معلومة كده عنه ان هو الفيروس بتاع البوست ترانسفيوجن، 20% من الحالات اللي بيتنقل لهم دم، ماشي، ويجي لهم هيباتيتس. يعني انا عندي ناس بيتنقل لهم دم يقوم حصل لهم هيباتيتس، 20% من اللي حصل لهم هيباتيتس ده نتيجة نقل الدم بيكون بسبب الهيباتيتس جي فيروس. حلو الكلام كده، دي المعلومة اللي اعرفها عنه كده مبدئيا على ما نجيله. اما بالنسبة لبقية الفيروسز، في عندنا الهيباتيتس اي وبي وسي ودي واي، عايزة اتكلم عنهم. اول حاجه الكومن نيم اللي هو الاسم التاني بتاعهم المشهور، هيباتيتس ايه اسمه انفكشوس هيباتيتس، عشان هو بيدخل يعمل انفكشن في الجسم، اكيوت يعني طارئه كده، وكونتاجيوس يعني انفكشن، هايلي كونتاجيوس انفكشن جامد، مش انفكشن جامد معناه كده ان هو هيموت، لا بس هو بيدخل الجسم يعمل انفكشن فسميته انفكشوس هيباتيتس. الهيباتيتس بي فيروس سميته سيرم هيباتيتس ليه؟ لان هو موجود في السيرم بتاع ال البيشنت. الهيباتيتس سي فيروس اللي هو سميته بوست ترانسفيوجن نون اي نون بي، يعني ايه نون اي بقى نون بي؟ ما طبيعي هو هيباتيتس سي فهو مش اي ولا بي. تمام. بوست ترانسفيوجن ليه؟ فاكرين لما قلت لكم ان الهيباتيتس جي بيكون هو اللي بيصيب بتاع 20% من الناس اللي عملوا نقل دم وحصل لهم هيباتيتس، بقية 80% بقى بيكونوا عنده حصل لهم هيباتيتس نتيجة نقل الدم بسبب الهيباتيتس سي. يبقى الهيباتيتس سي هو الكومن كوز بتاع البوست ترانسفيوجن هيباتيتس. الهيباتيتس دي بقى اسمه ايه؟ الهيباتيتس دي اسمه دلتا فيروس. الهيباتيتس اي هيبقى اسمه انتريك نون اي نون بي، ما هو ايه ولا هو ايه ولا هو بي. تمام. الفيروس بقى ستراكشر، الفيروس ستراكشر هو عبارة عن الستراكشر بتاعه عبارة عن ايه، يعني شكله عبارة عن ايه. قال ان هيباتيتس ايه فيروس نيك دي فيروس، اما الهيباتيتس بي انفلوب، سي انفلوب، دي انفلوب، اي نيكد. يعني ايه الكلام ده؟ احنا عارفين ان انا عندي من مكونات الفيروس بتاعي، اي فيروس بتاعي عبارة عن جينوم، تمام، اللي هو الدي ان ايه او الار ان ايه، وفي عندي بيحاوطه كبسيد، ماشي، الكبس ده بيبقى واخد شكل معين ايا كان الشكل ده، وبعدين ممكن يحاوطه غلاف يغلفه وممكن لا. تمام. فانا عندي الفيروس عباره عن جينوم اللي هو نيوكليك اسيد حواليه كبسيد، بسميهم الاثنين مع بعض نيوكليو كبسيد،
وبعدين يعملوا غلاف بسميه انفلوب، تمام؟ او ممكن ما يغطوهوش غلاف، ما يحوطوهوش غلاف. فاللي هيحط الفيروس اللي هيحوطه غلاف هسميه انفلوب دو فيروس، الفيروس اللي مش هيحوطه غلاف هسميه نيكد فيروس. فانا عندي كل الهيباتايتس فيروس انفلوب دي يعني بيحوطها غلاف ما عدا الاي والاي، بيكونوا نيكد فيروس. حلو الكلام. تاني حاجة كل الفيروسز بتكون ار ان اي، كل الفيروس اللي بتعمل هيباتيتس بتكون ار ان اي فيروس ما عدا واحد اللي هو هيباتيتس بي فيروس. الهيباتيتس بي فيروس بيكون دي ان اي فيروس، يبقى كلهم ار ان اي ما عدا البي فيروس بيكون دي ان اي فيروس، تمام؟ طيب نتيجة الاستراكشر ده هقوم مدخلاهم في العائلات بتاعتهم. انا مقسمة الفيروسات بتاعتي لعائلات حسب الاستراكشر بتاع كل فيروس، كل مجموعة مشتركين في الاستراكشر او لهم نفس الخواص كده شوية، الاستراكشر بتاعهم واحد، بقوم حطهم في عيلة. فانا عندي الهيباتيتس اي فيروس ده من عيلة البيكورنا فيروس، كنت زمان فاكراه من عيلة الانتيرو فيروس بس رجعت صححت معلوماتي وحطيته مع البيكورنا فيروس. هيباتيتس بي فيروس من عيلة الهيبادنا فيروس. يعني ايه هيبادنا؟ مش انا قلت لكم ان كلهم ار ان اي ما عدا هيباتيتس بي فيروس بيكون دي ان اي؟ اهو هيبادنا اللي هو هيباتيتس فيروس اللي هو الجينوم بتاعه دي ان اي. هيباتيتس سي فيروس بيكون من عائلة الفلافي فيروس. بعد كده الترانسميشن، يعني الترانسميشن بقى بيتنقلوا ازاي، يعني بيتنقلوا الجسم ازاي، بيدخلوا الجسم ازاي. قالك كلهم بيكونوا بيتنقلوا عن طريق البارنترال والسيكشوال، الدم والسيكشوال كونتاكت، تمام؟ ما عدا هيباتيتس ايه وهيباتيتس اي بيتنقلوا عن طريق الفيكو اورال روت. الدم وفهمناها فيكو اورال روت ازاي، يعني مثلا من الاستول، ماشي، ينزل الاسطول الفيسز يعني، وبعدين يدخل البق تاني عن طريق ايه، دبانه ماشيه يعني نقلت الفيروس، كونتامينيتد هاندز، حد لمس الاسطول ما غسلش ايده، وما الى ذلك. فده الفيكو اورال روت. يبقى كلهم كل الهيباتيتس فيروسز بيتنقلوا عن طريق البارنترال وسيكشوال ما عدا الاي والاي عن طريق الفيكو اورال روت. الانكيوبيشن بيريد بتاعتهم كلهم الانكيوبيشن بيريد بتاعتهم لونج. يعني ايه الانكيوبيشن بيريد اصلا؟ الانكيوبيشن بيريد هي الفترة ما بين دخول الاورجانيزم وظهور الاعراض، الفترة دي بسميها الانكيوبيشن بيريد. الانكيوبيشن بيريد بتاع كل هيباتيتس فيروس بتكون لونج ما عدا اللي انا بقولهم كل مرة، هيباتيتس A وهيباتيتس E الانكيوبيشن بيريد بتاعتهم بتكون شورت. بعد كده السيفيريتي بتاع المرض، عندي كلهم بيكونوا سيفير ما عدا الـ A والـ E، برضه بيكونوا مايلد إلنس، تعب كده حاجة بسيطة وبعدين بيروح. اما بالنسبه للمورتاليتي ريت، يعني ايه مورتاليتي ريت؟ المورتاليتي ريت ده اللي هو الفيروس ده لما دخل جسمي هيسبب الوفاه في قد ايه، يعني يقدر يسببها في قد ايه، ماشي. فانا عندي كلهم المورتاليتي ريت بتاعتهم المره دي كلهم قليله ما عدا الهيباتيتس دي فيروس اللي المورتاليتي ريت بتاعته عاليه جدا جدا جدا، تمام. المورتاليتي ريت بتاعتهم كلهم على فكره 1%، تمام. الهيباتيتس دي فيروس بقى المورتاليتي ريت بتاعته 10%. الكورونيستي بتاعتنا، يعني ايه كورونيستي؟ يعني الاورجانيزم الفيروس دخل جسمي فعمل هيباتيتس، تمام. بعد ما عمل هيباتيتس ظهرت عليه اعراض وخلاص. بعد ما ظهرت الاعراض دي ممكن يحصل ايه؟ يحصل ان الفيروس يفضل موجود في الليفر وبيعمل برضو مشاكل ودمج بس بشكل كرونيك، يفضل موجود بقى في جسمي بشكل كرونيك يعمل الدمج ده، تمام. فكلهم بيقدروا يعملوا لهم كرونيستي، ماشي، بالمنظر اللي احنا قلناه ده ما عدا الاي والاي. يبقى كل ما اقول ما عدا غالبا بقول اي واي، تمام. الاي والاي بيكون اكيوت انفكشن بس، الفيروس بيدخل بيعمل الاكشن بتاعه الافكت بتاعه وخلصنا على كده، مع السلامه. بعد كده الاذر ديزيز، يعني اذر ديزيز يعني مثلا قدرتهم على انهم يعملوا كانسر، كلهم بيقدروا يعملوا كانسر ما عدا مين بالظبط؟ الاي والاي ما بيقدروش يعملوا كانسر، ما بيعملوليش كانسر الحمد لله يعني. طيب يبقى كده ده الفرق بينهم كده كلهم بصفة عامة. قبل ما ابدأ فيهم، عندي الهيباتيتس اي فيروس اسمه الانفكشوس، البي فيروس اسمه السيرم، السي اسمه بوست ترانسفيوجن نون اي نون بي، الدي اسمه دلتا، الاي اسمه انتريك نون اي نون بي. الاستراكشر بتاعهم كلهم انفلوبد ما عدا الاي والاي نيكد، كلهم عندهم دي ان اي في الجينوم بتاعهم، دي ان اي ما عدا الاي والاي بيكونوا ار ان اي. الاي من عائله البيكورنا، اما البي من عائله الهبادنا فيروس، سوري. والسي فلافي فيروس. الترانسميشن بتاعهم كلهم بارنترال وسيكشوال ما عدا الاي والاي فيكو اورال روت.
الانكيبيشن بيريد بتاعتهم كلهم لونج طويله ما عدا الاي والاي بتكون شورت. السيفيريتي بتاعتهم الاي وال كلهم بيكونوا سيفير ما عدا الاي والاي بيكونوا مايلد إلنس. المورتاليتي ريت كلهم ولا المره دي بقى كلهم قليله ما عدا واحد بس الدي بيكون المورتاليتي ريت بتاعته عاليه جدا. الكورونيستي كلهم بيتحولوا لكرونيك انفكشن ما عدا الاي والاي ما بيحصلش منهم كورونيستي. الكانسر كلهم بيعملوا كانسر ما عدا الايه والاي ما بيعملوش كانسر. ندخل بقى، ما تنسوش ان احنا في عندنا الجي الهيباتيتس جي، وده قلنا ان هو بوست ترانسفيوجن يعني فيروس. هيباتيتس ايه فيروس هو اول واحد هنتكلم عنه شويه. محتاجه اتكلم عن كل فيروس، ايه الكلاسيفيكيشن، المورفولوجي، الكلينيكال، الباثوجينيسيس بيعمل المرض ازاي، بيعمل هيباتيتس ازاي، والكلينيكال بيكتشر الاعراض اللي هتظهر، وبعدين اعمل منه بروفلاكسيس وتريتمنت، اعمل منه بروفلاكسيس اتجنب انه يحصل، ولو حصل اعالجه. اول حاجه الهيباتيتس اي فيروس، عايز اعرف الاستراكشر بتاعه. اتفقنا من شويه من دقيقه ان هو نون انفلوبد، معنى كده ان هو عباره عن نيوكليو كابسيد بس، فهو نون انفلوبد. اتفقنا ان هو من عائله البيكورنا فيروس. كان الاول بيفتكروه من عائله الانتيرو فيروس، بس رجعوا صححوا معلوماتهم وقالوا ان هو من البيكورنا فيروس. جينوس بالتحديد جينوس هيباتو فيروس، وفي الحقيقه هو الوحيد المعروف من ضمن الجينوس دي، يعني اعضاء الجينوس دي مش معروفين، هو بس الهيباتيتس اي فيروس المعروف من اعضاء الجينوس دي. يبقى هو بيكورنا فيروس جينوس، بيكورنا فيروس العائله بتاعته، والجينوس بتاعته هتبقى هيباتو فيروس. له سي 1 سيرو تايب، يعني ايه؟ يعني معروف ان مثلا عندنا مثلا حاجه زي الانفلونزا، الانفلونزا دي منها سيرو تايبز كتيره، يعني ايه؟ كل طيب سيرو تايب فيهم له انتيجين مختلف، فلو دخل جسمي وحصل مناعه، واحد منهم دخل جسمي وحصل ضده مناعه، وجه واحد تاني بانتيجين تاني هو انفلونزا فيروس برضو بس بانتيجين تاني دخل جسمي، يبقى كده هيصيبني برضو، هيجيب لي انفلونزا برضو، لان انا ما عنديش مناعه ضد الانتيجين بتاعه. اما هنا الهيباتيتس اي فيروس هو منه سيرو تايب واحد بس، انتيجين واحد بس. ده كده من ضمن الكلاسيفيكيشن، يعني كلام عن الكلاسيفيكيشن. المورفولوجي بقى شكله عامل ازاي؟ زي ما قلت لكم ان هو نون انفلوبد، كمان قلت لكم ان هو ار ان اي ستراندد، ار ان اي سنجل ستراند، ار ان اي قلتها لما قلت لكم ان كل الهيباتيتس فيروس بيكونوا دي ان اي، بيكونوا ار ان اي سوري، ما عدا السي، ده مش سي ما عدا البي، معلش كل الهيباتيتس فيروس كلهم ار ان اي ما عدا البي بيكون دي ان اي، فهو ده مش بي ده ايه، فاكيد هو ار ان اي، وضيفه معلش سنجل ستراند، هو عباره عن ستراند واحد بس سنجل مش دبل، تمام؟ بيكون لينير، بيكون خطي، بيكون كيوبيك سيمتري. يعني ايه كيوبيك سيمتري؟ انا اتفقت معاكم ان هو عباره عن نيوكليو كابسيد، يعني جينوم وحواليه الكابسيد بتاعه، الكابسيد ده لو خد شكل الكيوبيك بسميه ان الفيروس ده له كيوبيك سيمتري، ماشي؟ الفيروس ده بيكون سمول، يعني من 27 ل 32 نانومتر. يبقى تاني الفيروس اللي هو الهيباتيتس اي فيروس بيكون من عائله البيكورنا، الجينوس هيباتو فيروس، احفظوا ورايا، بيكون منه سيرو تايب واحد بس، المورفولوجي بتاعه هو سمول 27 ل 32 نانومتر، نان انفلوبد لينير بوزيتيف سنجل ستراند ار ان اي، بيكون ويز كيوبيك سيمتري. بعد كده نتكلم عن الباثوجينيسيس بتاعه، بيدخل الجسم يعمل هيباتيتس ازاي، ايه اللي هو بيعمله؟ بيدخل الجسم يعمل هيباتيتس ازاي؟ هحكي لكم الحدوته، ماشي؟ اول حاجه قبل ما احكي لكم الحدوته، هو كلمه قلناها ان هو بيعمل اكيوت كونتاجيوس ديزيز، كونتاجيوس يعني انفكشوس، تمام؟ فهو انفكشوس هيباتيتس، فهو بيعمل اكيوت انفكشوس هيباتيتس، ماشي؟ في مين؟ في التشيلدرن واليانج ادلتس. يبقى هو بيصيب غالبا كومنلي التشيلدرن واليانج ادلتس، بيعمل فيهم acute infection او infectious، فسميته infectious hepatitis، ماشي؟ الريزرفوار بتاعه، مصدر العدوى بتاعه الهيومن، الانسان هو مصدر العدوى، ماشي؟ قلنا بيتنقل عن طريق الفيكو اورال روت، تمام كده؟ حلو الكلام لحد دلوقتي. القصه بقى اللي بتحصل، واحد عنده هيباتيتس اي فيروس، نزل في الاسطول بتاعه الهيباتيتس اي فيروس. الهيباتيتس اي فيروس ده مشهور ان هو له يقدر يعيش بره الجسم لفتره طويله، معروف ان الفيروسز لازم تعتمد على الجسم، ان هي لازم تكون موجوده جوه خليه حيه. الهيباتيتس اي فيروس بقى ده من خواصه ان هو بيقدر يعيش بره الجسم لفتره طويله. فواحد نزل الهيباتيتس اي فيروس منه في الاسطول، فالاسطول ده الهيباتيتس اي فيروس بقى في البيئه، في الانفايرمنت لمده طويله جدا، جت دبانه
جه حد حط ايده على التراب اللي كان عليه الستول ده، جه اي حاجه اتلوثت، التراب ده مثلا طار ووقع في ميه، تمام، فالتراب ده فيه هيباتيتس اي فيروس. الدبانه لما وقفت على الستول او وقفت على التراب اللي كان عليه الستول اتنقل في رجليها الهيباتيتس اي فيروس. ايدي الايد مع حد باد هايجين ما بيغسلش ايده كويس، فلما لمس التراب ده او لمس الستول رجع كل، نسي ان هو لازم يغسل ايده فكل. ف ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الدبانه دي راحت وقفت على اكل، الميه دي بقى فيها الهيباتيتس اي فيروس، الراجل ده اللي عنده باد هايجين بقى ايده فيها هيباتيتس اي فيروس، فجه ياكل اللي هو عن طريق الماوس الاورال، جه ياكل اتنقل له هيباتيتس اي فيروس. تمام، فكده فيكو اورال روت، اها ماشي. ايه بقى اللي حصل بعد كده؟ بعد كده انه خلاص الفيروس دخل الماوس بتاعه، فيقعد في الابيثيليوم بتاع الماوس وبتاع الماوس وبتاع الانتستين قاعد يعمل ايه؟ يعمل مالتيبليكيشن، عمال يتكاثر. يبقى هو دخل، مجرد انه دخل فيقوم عايش في الماوث ابيثيليوم وفي الاورال ابيثيليوم يعني وفي الانتستاينال ابيثيليوم، وعمال يعمل مالتيبليكيشن يتكاثر. بعد ما يتكاثر يقوم رايح على البلاد ستريم، يقول مع السلامه كده يا ماوس ويا انتستن، انا داخل على البلاد على طول. فيقوم داخل في البلاد، بعد البلاد يروح الليفر على طول؟ لا، هيقعد شويه كده في البلاد، فيعمل حاجه اسمها ترانزيانت فيروميا. فيروميا يعني وجود فيروس في الدم، زي ما بكتيريميا زي وجود بكتيريا في الدم، زي ما توكسيميا وجود توكسين في الدم، ففيروميا هي وجود فيروس في قلب الدم. فهو قبل ما يروح الليفر، قبل ما يروح التارجت اورجان بتاعه، هيقوم قاعد لي كده في البلاد شويه، تمام، فيعمل حاجه اسمها ترانزيانت فيروميا. بعد كده يقول خلاص مع السلامه يا دم، انا عايز اروح على الليفر، روح وديني للليفر. فيروح على الليفر يقعد فيه ويدخله، تمام. هيروح الليفر هيعمل ايه؟ هيدخل الليفر ازاي؟ عن طريق ان انا عندي حاجه اسمها الهيباتوسايتس، خلايا الليفر. خلايا الليفر دي هتقوم عامله له ادي الفيروس، هتقوم عامله له اندوسيتوز، الفيروس يقوم داخل فيها عن طريق الاندوسيتوز. يعني في الاخر بيبقى كده الفيروس خلاص دخل جوه الهيباتوسايتس، جوه خلايا الليفر. فكده الفيروس لما دخل جوه خلايا الليفر عمل فيها ايه؟ عمل فيها انفكشن. خلاص كده هو دخل الليفر، ماشي، اصاب الليفر. فلما اصاب الليفر ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو دخل في الهيباتوسايتس، عمل بورز في الاندوزومال ميمبرين، خرم الاندوزومال ميمبرين. لما دخل قال لك انا عايزه اتكاثر، فطلق الجينوم بتاعه جوه السيتوبلازم بتاع الهيباتوسايتس، ومعاها الكفر سيلز. يعني ايه كفر سيلز؟ الماكروفاجز اوف ذا ليفر. الماكروفاجز اللي موجوده في كل جسمي، بس اللي موجوده بقى في الليفر سميتها كفر سيلز، ماشي. فال ال كده دلوقتي الفيروس هيباتيتس اي فيروس قاعد في الهيباتوسايتس والكفر سيلز وعمال يملتبليكيت، عمال يتكاثر. فحصل ملتبليكيشن له. بعد ما حصل ملتبليكيشن له الجسم يقعد يتفرج؟ لا طبعا، هيعمل اميونيتي تجاه الفيروس ده، فيقوم الاميون سيستم شغال، يقوم حاصل انفلتريشن لمونو نيوكليير سيلز، خلايا مناعيه المونو نيوكليير تحصل لها انفلتريشن. نتيجة الاميون ريسبونس هيحصل ايه؟ يحصل بالونينج اوف ذا الليفر سيلز. الليفر سيلز هيحصل لها بالونينج. دلوقتي اصلا الفيروس موجود بيستهلك اكسجين، والخناقة اللي ما بين الفيروس وما بين الاميونتي بتستهلك اكسجين من الخلية، فيحصل هايبوكسيا لخلية الليفر. فبعد ما يحصل الهايبوكسيا دي، الاند ريزلت في النهاية بسبب الهايبوكسيا دي، يحصل ان ميه تدخل الخلية تنفخها، فيحصل بالونينج للسيلز، فيحصل بالونينج للهيباتوسايتس، يحصل لها بالونج، ويحصل ديجنريشن تبوظ، ويحصل اسيدوفيليك بادز فورميشن، يعني تتكون اسيدوفيليك بادز. بادز هتتكون بتحب الصبغه الاسيدك، فيحصل اسيدوفيليك بادز. تمام لحد هنا؟ تمام. بعد كده ايه اللي يجرى؟ يبقى لحد دلوقتي انا قلت ايه؟ انا قلت ان في شخص عمل ستول فيه هيباتيتس اي فيروس، هيباتيتس اي فيروس ده اتنقل لشخص تاني في بقه، ف الهيباتيتس اي فيروس موجود في الماوس وفي الانتستين، عمال يملتبليكيشن، يعمل ملتبليكيشن، بعدين اتنقل من الماوس والانتستين، راح على البلاد الدم، فقعد فيه شويه عمل ترانزيانت فيروميا، بعد ما قعد فيه شويه قام رايح على الليفر، دخل الليفر بالاندوسيتوزس، الهيباتوسايتس بالاندوسيتوزس، وعمل ملتبليكيشن في الهيباتوسايتس وفي الكفر سيلز، حصل انفلتريشن لمونو نيوكليير سيلز اللي هي الخلايا المناعيه المونو نيوكليير سيلز، عمال في الاخر حصل بالونينج للهيباتوسايتس وديجنريشن واسيدوفيليك بادز فورميشن. تمام. بعد كده اللي يجرى ايه بقى؟ اللي هيبوظ الليفر يعني، هل الفيروس ماسك سكينه وعمال يشرح في الخلايا بتاع الليفر؟ لا، الفيروس موجود بيتكاثر وكل حاجه، ما بيعملش اي حاجه غير انه عمال يتكاثر وبس، بيبوظش الخليه. امال ايه اللي بيبوظ الخليه؟ احنا اللي جسمنا اللي بيبوظ الخليه. ليه؟ جسمنا لاحظ وجود جسم غريب، هيسكت؟ لا مش هيسكت، هيحلف انه والله العظيم لو موته. ف
يقوم مطلع عليه التي سايتوكسيك سيلز، الخلايا القاتله، التي القاتله. التي سايتوكسيك سيلز دي تروح عايزه تموت الفيروس. طب ما الفيروس جوه الخليه، فتعمل ايه؟ تقوم مكسره الخليه عشان توصل للفيروس وتموته، فتروح تموت الخليه، تروح تبوظ الخليه وهكذا. طب نفرض مثلا الهباتيس اي فيروس ده منتشر في خلايا الكبد، منتشر في خلايا الليفر، التي سايتوكسيك سيلز دي وهي شغاله مفيش حاجه بتوقفها، لو مفيش حاجه راضيه توقفها او عارفه توقفها، تقوم مبوظه كل الخليه. عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر تقتل الاورجانيزم اللي هو الفيروس، ومش واخده بالها ان هي كده بتبوظ جسمي اساسا، بتبوظ الاورجان بتاعي. لو جت حاجه وقفتها خير وبركه، الحمد لله خلاص كده انا خلاص خفيت واتعمل لي مناعه ضد الفيروس، والمناعه اللي حصلت الاميونوجلوبين الانتي بودز اللي اتكونت في جسمي هتروح تقتل لي الفيروس من سكات من غير ما ابوظ الخليه وخلاص. تمام، ده كده السايكل اللي بتحصل. لسه فاضل فيها خطوة أخيرة، إنه عندي نيولي سينسايزد فيروس اللي هما الفيروسات اللي بتتكون بقى جديدة. بتروح فين؟ بتخرج من الليفر عن طريق إن هي بتدخل البايل داكت، يعني بتمشي في البايل ماشي عن طريق وتروح على الجول بلادر، وبعدين من الجول بلادر اللي هي الحصيلة الصفراوية تقريبا، المهم انتوا عارفين يعني ايه جول بلادر طبعا. تقوم داخله البايل، يقوم داخل خارج من الجول بلادر رايح الانتستين، يقوم داخل الانتستين يقوم نازل في الاستول تاني. يبقى هي كده دي السايكل بتاعتي من اولها لاخرها، وصلت لنقطه البدايه اهو، نزل في الاستول تاني. تاني الباثوجينيسيس بتاع الهباتيس اي فيروس، اول حاجه شخص عنده هباتيس اي فيروس نزله في الاستول، بيقعد فتره كبيره بره الجسم، فبالتالي هيحصل كونتامينيشن للفود والووتر بتاع اشخاص تانية، الاشخاص التانية دي ياكلوا او يشربوا يتصابوا بالهباتيس اي فيروس عن طريق الفم الماوث، فيفضل الفيروس ده موجود في الماوث والانتستين، يحصل له مالتيبليكيشن. بعد ما يحصل له مالتيبليكيشن يتنقل للبلاد ستريم، لما يتنقل للبلاد ستريم يقعد فيه شويه يعمل ترانزينت فيرميا، بعدين يروح على الليفر يدخل الخلايا الهيباتوسايتس عن طريق الاندوسايتوزيس، يعمل فيها مالتيبليكيشن هي والكفر سيلز، يعمل مالتيبليكيشن في الهيباتوسايتس والكفر سيلز، بعدين المناعه مش هتتفرج، الاميونتي هتعمل انفلتريشن للمونو نيوكليير سيلز، يحصل بالونينج للهيباتوسايتس وديجنريشن واسيدوفيليك بادس فورميشن. بعد كده الجسم بيضر نفسه عن طريق ان هو بيطلق عليه تي توكسيك سيلز، تقوم مبوظه الخلايا، كل الخلايا المصابه بالفيروس اللي فيه فيروس جواها. لو ما فيش حاجه وقفتها، بعد كده الفيروس اللي عماله تتكون جديد دي هتقوم راحه ماشيه مع البايل، داخله في البايل داكت، راحه في الجول بلادر، نازله من البايل اللي هو خارج من الجول بلادر رايح على الانتستين، فيروح على الانتستين ويخرج في الاستول تاني، وهكذا بقى السايكل ده كده الباثوجينيسيس. بعد كده خلاص انا عرفت الباثوجينيسيس، ايه بقى المانيفستيشن اللي هتظهر نتيجه الباثوجينيسيس ده؟ المانيفستيشن اللي هتظهر هي الكلينيكال مانيفستيشن او الكلينيكال برزنتيشن. هتظهر اصلا الاول، نقول هتظهر بعد قد ايه. تمام، الهباتيتس اي فيروس انا لسه قايله لكم ان هو له شورت انكيوبيشن بيريد، كل الهباتيتس فيروس لهم لونج انكيوبيشن بيريد ما عدا مين بالظبط؟ الاي والاي شورت انكيوبيشن بيريد. فالانكيوبيشن بيريد بتاع الهباتيتس اي فيروس هو بيقعد فتره ما بين دخول الاورجانيزم الجسم وما بين ظهور الاعراض من 3 ل 6 اسابيع، يبقى الانكيوبيشن بيريد بتاعته الاي بي هتبقى من 3 ل 6 اسابيع. الاعراض دي بتظهر لي في صورتين، يا اما صوره اسيمبتوماتيك يا اما صوره اكيوت هيباتايتس. يعني ايه اسيمبتوماتيك؟ يعني مش هتقدر عليها حاجه خالص 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 كده كده؟ لا، اسيمبتوماتيك اسيمبتوماتيك دي معناها ان ما ظهرش الحاجات الخاصه بالهيباتايتس. يعني ايه؟ يعني مثلا الهيباتايتس زي ما قلت لكم ان هيدخل العين عينه صفرة، عشان عنده ايه؟ صفرة ليه؟ عشان عنده الصفرة اللي هي اسمها جوندس. تمام؟ هو بقى الشخص ده ما بيظهرلوش جوندس ولا حاجه، ولا عنده الحاجات اللي تقول لي ان هو عنده هيباتايتس، بس عنده سيمتومز ثانيه كده على خفيف، عيان كده على خفيف. تمام، عشان هو ما بيظهر بيكونش عنده صفرة، فهسميها الانفكشن ده اسيمبتوماتيك او انكتريك ماشي، اسيمبتوماتيك او انكتريك. تمام، الاسيمبتوماتيك او الانكتريك انفكشن دي بتكون مواصفاتها ايه؟ مايلد انس، عاية كده على قده، من غير وجود جوندس، ما فيش جوندس. التشايلد، احنا قلنا ان هو الهباتيتس اي فيروس غالبا في التشايلد التشيلدرن وفي اليونج ادلت، فالتشيلدرن ده يدخل العياده عنده لوس اوف ابيتايت، ملوش نفس ياكل، معدته مش مريحاه، متضايق كده من معدته شويه، جاسترو انتستينال ابسيت. لو جيت حطيت ايدي على الليفر هلاقيه لارجد كبير وبينفل بيوجع مكانه بيوجع ماشي. في الحاله دي اللي هي الاسيمبتوماتيك بيكون شويه صغارين كده من الليفر سيل هم اللي حصلهم دامج، مش كتير يعني،
let liver cell damage مش كتير. دي كده الاسم بتاعتك. بعد كده بقى الحاله الصوره الثانيه اللي ممكن يدخل بيها اللي هي الاكيوت هيباتايتس. يدخل عنده اكيوت هيباتايتس. الاكيوت هيباتايتس دي على يعني بتتقسم لاثنين فيزز، بتكون باي فيزكس، يعني هي اثنين فيزكس، حاجه اسمها برودرومال فيز وحاجه اسمها اكتريك فيز. برودرومال فيز دي اللي هي الفيز الاوليه كده، حاجه كده حاجات تظهر على خفيف، وبعدين بعدها ندخل في الفيز اللي بيظهر فيها الكاركترستيك هيباتايتس، اللي هو خلاص بقى ده دي الحاجات اللي نتيجه الهيباتايتس. تمام. البرودرومال فيز دي زيها زي الاسيمبتوماتيك انفكشن، نفس الاعراض، مايلد النس، جاستريك جاسترونتستين الابسط، نوزيا، غثيان يعني، لوس اوف ابيتايت، ما يجوش نفسي ياكل، الليفر بيكون لارجد وبينفل. اما الاكيوب بقى فيز او سوري الاكتريك فيز، انا قلت على الاسيمبتوماتيك عشان هي ما عندها ما فيهاش جوندس اسمها انكتريك فيز. فلما اجي اقول لكم في الاكيوت هيباتيتس في عندنا حاجه اسمها اكتريك فيز، فالاكتريك فيز دي معناها ان هو خلاص بقى ظهر عنده الكاركترستيك ساينز بتاع او سيمتومز بتاعه الهيباتيتس، يعني عنده جوندس. الجوندس دي هتظهر لي ازاي؟ هتظهر لي عن طريق ان هو بيلاحظ ان هو اليورين بتاعه بقى بلاك غامق، والستول بتاعه بقى بيل فاتح وبهتان. تمام. هي دي من ضمن علامات ان الشخص ده عنده جوندس، تعرفني ان الشخص ده عنده جوندس. بس هو عنده جندس وكل حاجه، بس هو من جواه حاسس ان هو بقى احسن. ليه؟ ما عندوش نزيه، ما عندوش القفص اللي كان عنده، رجع ياكل تاني، نفسه رجعت له، بدا ياكل تاني. تمام. تمام. يبقى ده كده الكلينيكال برزنتيشن بتاع الهيباتيتس الناتج عن الهيباتيتس اي فيروس. تمام. معلومه كده على جنب وانتوا عارفينها وانا قايلاها، انه الهباتيتس اي فيروس اكيوت بس، ما بيحصلش منه كرونيستي، ما بيتحولش لكرونيك ديزيز. تمام. طيب يبقى كلينيكال برزنتيشن تاني، نقول ان هي عباره عن ان انا عندي انكيوبيشن بيريود قصيره من 3 ل 6 اسابيع، بيكون بيصيب التشيلدرن واليانج ادلتس. بيدخل التشيلدرن واليانج ادلتس ده بحاجتين، حاجه او حاجه، حاجة اللي هو الاسيمتوماتيك، بيكون في منهم اسيمتوماتيك وفي منهم، ودول معظم الحالات يعني بتكون اسيمتوماتيك، وفي منهم اللي هو عنده اكيوت هيباتايتس. الاسيمتوماتيك دول ما عندهمش حاجة خالص خالص، لا هما ما عندهمش الحاجات الكاركترستيك للهيباتايتس، بس عندهم شوية تعب كده على خفيف، نوزيا، غثيان، ولوس اوف ابيتايت، ما لهمش نفس ياكلوا، جاسترونتستينال ابست، و انلارجد وبين فول ليفر. لكن النوع التاني من المرضى اللي هيجي لي من اللي عندهم هيباتيتس اي فيروس، هيجوا لي هيكون عندهم اكيوت هيباتيتس. الاكيوت هيباتيتس ده هيظهر في شكل برودرومال فيز واكتريك فيز. البرودرومال فيز دي زيها زي الاسيمتوماتيك، شويه نوزيا ولوس اوف ابيتايت وجاسترونتستينال الابسيت واللارجد وبين في الليفر. بعدها تقعد كده يومين ثلاثه، بعد اليومين ثلاثه دول تظهر الاكيوت فيز. الاكيوت فيز دي بيكون عندي الشخص عنده جوندس، بتظهر عن طريق ان هو بقى عنده بلاك يورين وبيل ستول. بيكون حاسس انه بقى احسن عشان خاطر نفسه رجعت له، بدأ ياكل تاني، ما عندوش النزي او الحاجات اللي احنا كنا قلنا عليها دي. الهباتس اي فيروس الكلينيكال برزنتيشن بتاعته كلها يا اما اسيمتوماتيك يا اما اكيوت، ما فيش كرونستي، ما بيحصلش كرونيك ديزيز من هباتيتس اي فيروس. ده كده الكلينيكال برزنتيشن. بعد الكلينيكال برزنتيشن هقول شويه معلومات، حاجه اسمها عنوان اسمه ابيديميولوجي. انا بعمل ابيديميولوجي، بعرف معلومات عن المرض، كل حاجه عن المرض، هعرف كل حاجه عن المرض. ليه؟ عشان تساعدني بقى في الكوميونتي يعني. تمام. ان انا اعمل بقى هيلث كير واعمل بروفلاكس نتيجه ناحيه المرض ده وبتاع. شويه المعلومات اللي اعرفها، انا هقول معلومات متكرره. اول حاجه ان هو بيديتكت، بيحصل له ديتكشن، بقدر الاحظه واعرفه والاقيه في السلايفا والستول والبايل والليفر بتاع الشخص اللي مصاب بالهباتيتس اي فيروس والبلد. الكلام ده انا قايلاه لان قايله لكم ان هو بيدخل الماوث والانتستين، فمعنى كده ان هو هيكون موجود في الصليبة. قلت لكم ان هو بعدها بيقوم رايح على الدم، فمعنى كده انه هيكون في البلد. وقلت لكم ان هو بيقعد في البلد شويه، فبيعمل ترانزيانت فيريميا، يعني بيكون شورت ستيج او شورت تايم، موجود في البلد لمده بسيطه، وبعد كده يقوم داخل على الليفر، رايح على الليفر. فلو جيت فحصت الليفر سيلز هلاقيه موجود هيباتيتس اي فيروس. بعد كده يروح على البايل، يدخل في البايل داكت، فمعنى كده ان هو ويروح على الجول بدر، معنى كده ان انا لو جبت عينه بايل وفحصتها هلاقي موجود فيها الهيباتيتس اي فيروس. ثم ينزل على الانتستين، في الانتستين وينزل مع الاستول، يعني معنى كده ان انا لو فحصت الاستول هلاقي فيه فيروس. معلومه متكرره. تاني حاجه السبريد بتاعه الانفكشن ده بيحصل لها سبريد، انتشار عن طريق ايه؟ عن طريق الفيكو اورال روت، بتنزل في الاستول بتاع الشخص المصاب، تدخل في البق بتاع الشخص التاني اللي هو هيتصاب.
ودي معلومة مكررة. الفيروس ده بيبقى انديميك في البلاد اللي هي اندر ديفلوبد كانتريز. المتوطن بيكون موجود ومشهور في البلاد اللي هي الاندر ديفلوبد كانتريز زينا كده. الديزيز ده بيصيب الاطفال، ودي برضه معلومه مكرره. بيكون اسيمتوماتيك في معظم الحالات، معلومه مكرره. الاميونيتي بتاعته بتبقى لايف لونج، مدى الحياه، معلومه مكرره. معلومه مكرره. فاكرين لما قلت لكم ان هو اونلي وان سيرو تايب، هو نوع واحد بس، انتجن واحد بس، معنى كده لو دخل جسمي، مجرد انه دخل جسمي خلاص انا عملت اميونيتي، لو جه يدخل تاني هقول له لا اسفه انت ما يحقلكش تدخل جسمي، وهقتله واموته من قبل ما يعمل اي حاجه. تمام، فدي معلومه مكرره. موجود في مصر، عندي 96% من الناس عندهم اميونوجلوبولين جي ضد الهيباتيتس اي فيروس. ليه بقى؟ عشان خاطر هم تشيلدرن معظمهم جاله هيباتيتس اي فيروس، وبعدين كونوا مناعه تجاهه، فلما كبروا جسمهم مليان اميونوجلوبولين جي فيروس، يمنع دخول الفيروس ده مره تانية وانه يسبب مرض مره تانية. بعد كده اللي بيعمل اوت بريكس، يعني ايه كلمه اوت بريك؟ يعني مثلا مجموعه من الناس، مش دوله، مجموعه من الناس، ما مدرسه، الاوت بريك ده بيحصل مثلا في مدرسه، معسكر، مؤسسه مثلا، شغل، شركه، بتاع كده، يعني مجموعة من الناس كده، مش دولة بقى مثلا ولا حاجة، لا هي مجموعة من الناس فجأة يقوم لاحظنا ان كلهم بقى عندهم هيباتيتس اي فيروس. ليه؟ واحد فيهم اتصاب عدا الكل فجأة، بصفة فجأة كده، ما فيش اي مقدمات للموضوع ده. كلمة اوت بريكس، ماشي؟ فبيحصل اوت بريكس الهيباتيتس اي فيروس بالعقل كده، هيحصل في مين؟ في الفاميليز. ليه؟ هما اللي كونتاكت مع بعض قوي، لدرجة ان ممكن حد فيهم الستول بتاعه يحصل كونتامينيشن من الستول بتاعه للاكل بتاعهم والشرب بتاع بقيه العيله فيتصابوا. في الكامبس، في المعسكرات، المعسكرات دول ما فيش اماكن مثلا الحمامات كده خاصه، لا لا، يعني بيعملوا في اي مكان. ف في دبان فلايز يقفوا على الستول، يروحوا على الاكل بتاعهم والشرب بتاعهم، فكلهم يشربوا وياكلوا من الاكل ده، فيحصل كلهم هيباتيتس اي فيروس، يجي عندهم هيباتيتس اي فيروس. تاني حاجه ان انا عندي ممكن يحصل ايبيديميكس. ممكن يحصل ابيديميكس. يعني ايه اصلا ابيديميكس؟ ابيديميكس ان فجأة برضو يظهر المرض، بس المرة دي بقى في دولة او كذا دولة، تمام؟ في دولة كاملة. ليه بقى؟ المية بتاعتهم اللي كلهم بيشربوا منها بقت كونتامينيتد بهيباتيتس اي فيروس، فكلهم شربوا فكلهم جالهم هيباتيتس اي فيروس. تمام، يبقى تاني الابيديميولوجي، المعلومات المكررة اللي هو عبارة عن بيحصلوا ديتكشن في الليفر وفي السلايفا والستول والبايل والليفر والبلط. بيحصل سبريد عن طريق الفيكو اورال روت، بيقعد بره الجسم لمده طويله. الفيروس ده بيكون متوطن في البلاد الاندر ديفلوبد زي مصر مثلا، بيصيب الاطفال، بيكون موجود في معظم اصاباته للاطفال اسيمتوماتيك. الاميونيتي تجاهه بتكون لايف لونج، يعني مدى الحياه. في مصر 96% من الادلت بيكونوا عندهم اميونوجلوبولين جي، يعني عندهم اميونيتي ضد الهيباتيتس اي فيروس. بيحصل اوت بريك له في الفاميليز خصوصا والكامبس المعسكرات، وعرفنا ليه. بيحصل ايبيديميكس وعرفنا ازاي. ده كده الابيديميولوجي. بعد الابيديميولوجي هتكلم عن ايه؟ هتكلم ازاي اعمل بقى بروفلاكسس، احمي نفسي من اني اتصاب بده، او لو لا قدر الله حد اتصاب يعمل تريتمنت ازاي. البروفلاكسس، انا هعمل بروفلاكسس ازاي؟ بعمل بروفلاكس عن طريق يا اما باسيف ايمونايزيشن يا اما اكتيف ايمونايزيشن. يبقى البروفلاكسس يا اما باسيف يا اما اكتيف. الباسيف ايمونايزيشن ده بيكون يعني ايه باسيف ايمونايزيشن؟ يعني انا هدخل حاجه في الجسم، الجسم مش هيتعب، مش هيعمل حاجه، يعني هو مش هيشتغل بنفسه، لا انا هدخله حاجه على الجهاز هي اللي ايه تقف ضد الفيروس وتحميه منه. الباسيف ايمونايزيشن دي بتكون عن طريق الاميونوجلوبولين. ازاي؟ شخص كان عنده هيباتيتس اي فيروس، قمت انا جسمه مكون ضده اميونوجلوبولين، قمت انا واخده عينه من الدم بتاعه وواخده منها الاميونوجلوبولين دي وعامله لها انجكشن للشخص اللي هو ايه، انهي نوع من الاشخاص؟ للشخص اللي هو معرض انه يتعامل مع حد ويجي له هيباتيتس اي فيروس، او انه شخص فعلا كل حاجه انا عارفه ان هي كونتامينيتد بهيباتيتس اي فيروس بس لسه واكلها، يعني مش واكلها بس من بقاله شهر ولا حاجه، لا لسه واكلها في فتره الانكيوبيشن بيريد، يا دوب لسه داخله جسمه، ماشي؟ فاديله الاميونوجلوبولين جي ده يحمي، الاميونوجلوبولين اللي هو تد بتاع الهيباتيتس اي فيروس، فده يحميه لقد ايه؟ كل حياته؟ لا مش كل حياته، لمده 3 ل 6 شهور بس. تمام، بعد 3 ل 6 شهور تاني يفضل يرجع الشخص ده معرض تاني للاصابه بهيباتيتس اي فيروس. تاني نوع من من البروفلاكسز اللي هو الاكتيف ايمونايزيشن. يعني ايه اكتيف ايمونايزيشن؟ يعني هدي الجسم حاجه فيتحفز انه يشتغل ويعمل اميونيتي تجاه الهيباتيتس اي فيروس. ازاي؟
معروف ان انا هديله مصل فاكسين. الفاكسين ده عباره عن فيروس بس يا اما ضعيف يا اما مقتول، بس الانتيجين بتاعه دخل جسمي حفز المناعه فابتدت تعمل اميونيتي، فابتدى ان انا لو جيت اتصبت من الفيروس ده لا انا عندي اميونيتي فما يقدرش يعمل لي اي حاجه. طب هنا المناعه دي هتبقى مده قد ايه؟ انا قلت لكم ان انا دخلت فيروس او الانتيجين بتاعه جوه جسمي، فالجسم اشتغل وعمل اميونيتي. وانا قايل لكم قبل كده ان الاميونيتي اللي الجسم بيعملها تجاه الفيروس بتكون مدى الحياه، تمام؟ فانا عندي فيروس قتلته بالفورمالدهايد، ماشي؟ وانا لسه قايل لكم، انا نسيت اقول لكم معلومه هقولها لكم كمان شويه. الفيروس ده قتلته بفورمالدهايد، ماشي، ودخلته الجسم فعمل اميونيتي. او ممكن عملت ريكومباينانت فاكسين عن طريق الجينوم بتاع الفيروس اللي هو الار ان اي بتاع الفيروس ده. كده الفاكسين يبقى ده كده البروفلاكس، يا اما باسيف يا اما اكتف. بس بالاميونوجلوبولين اكتف بالفاكسين، بس بتكون لمده 3 ل 6 شهور، اما الاكتف بتكون مدى الحياه. التريتمنت مفيش سبيسيفيك تريتمنت لان اصلا هو سيلف ليميتد، يعني بيخلص كده لوحده، الجسم بيتغلب عليه بسهوله يعني، والدنيا بتمشي ومفيش اي ضرر منه كبير يعني، هو سيلف ليميت فمفيش سبيسيفيك تريتمنت. في حاجه نسيت اقول لكم عليها، هو الريزيستنت والسنسيتيفيتي بتاع الهباتيتس اي فيروس. يعني ايه ريزيستنت وسسبتابيلتي او ريزيستنت والسنسيتيفيتي بتاع الهباتيتس اي فيروس؟ يعني في عندنا ادوات للتعقيم، حاجات بعقم بيها، صح كده؟ الحاجات دي في منها بيأثرش في الهباتس اي فيروس، ما بيقتلوش، وفي منها بيأثر. فالحاجات اللي هو اللي هي بتأثرش في الهباتس اي فيروس هو عنده ريزيستنت لها، هو مقاوم لها. الحاجات اللي بتأثر هو عنده سنسيتيفيتي لها، هو حساس لها. فالحاجات اللي ما بتأثرش دي زي مين؟ زي عندنا الهيت، الحرارة لدرجة 60 درجة مئوية لمدة ساعة ما بتأثرش فيه، القول لدرجة 4 درجة مئوية أو أقل كمان، الكحول، الإيثر بتركيز 20%، دول كلهم ما بيقتلوهوش. لكن الحاجات اللي بتأثر فيه زي الفورمالدهايد اللي أنا لسه قايل لكم عليه بيقتله. زي إيه تاني؟ زي مين تاني؟ زي البويلينج والأوتوكلافينج. البويلينج إنه يغلي في مية 100 درجة مئوية لمدة 5 دقايق مثلا. الاوتوكلافنج اللي هو الاوتوكلاف ده اللي هو جهاز التطهير والتعقيم، تمام؟ او انه يتعرض للدراي هيت عند درجه 180 درجه مئويه لمده ساعه، ده كانه اوتوكلافنج، يعني كاني بتكلم عن الاوتوكلاف التطهير، تمام؟ او ان انا احط له زي ما قلنا فورمالدهيد او كلورين، ده كده بيعمل بيقتل الهباتيتس اي فيروس. ده كده الهباتيتس اي فيروس. هنكمل بقيه الفيروسات في فيديوهات تانية.